مشاهدينا متابعين معكم بالبرنامج صباح المباشر نورو، معنا بنبقى هلأ مع فقرة أخبار الكنيسة. رح نبدأ بالتقرير الأول من إعداد لي عادل معماري، حتى نتعرف أكثر عن القداس الإلهي اللي ترأسه البطريرك أفرام في المملكة المتحدة، واللي رسم خلاله الأفوديكيون داوود الشماني شماسًا. في إطار زيارته المملكة المتحدة، احتفل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم مار إغناطيوس أفرام الثاني بالقداس الإلهي في كاتدرائية مارتوما في العاصمة البريطانية لندن. عاونه في خدمة القداس المطارنة مار أثناسيوس توما دقما النائب البطريركي في المملكة المتحدة، مار تيموثاوس موسى الشماني مطران أبرشية دير مار متى، مار تيموثاوس متى الخوري النائب البطريركي في أبرشية دمشق البطريركية، ولفيف من الشمامسة بحضور حشد كبير من المؤمنين. خلال القداس رسم البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني الأفودياكون داوود الشماني شماسا إنجيليا على مذبح الرب. وألقى البطريرك أفرام عزة تحدث فيها عن مزايا الشماس الجديد. هذه الحياة وهذه الدعوة لا يفهمها الكثيرون، يرون فيها ضعفا في عالم تجبر بالقوة العضلية، بالقوة الفكرية، بالقوة المادية، ولكن نسي القوة الروحية. نعم، نعيش في عالم المفاهيم فيه مختلفة عن مفاهيم الروح، عن مفاهيم الإنجيل والدعوة المسيحية. القوي بحسب العالم هو الذي يملك الأكثر، هو الذي يملك جيشاً أقوى، هو الذي يستطيع أن يفعل ما يشاء دون أن يقف في طريقه أحد. أما بالنسبة لله وللإنجيل المقدس، فقد اختارنا الله أضعف الضعفاء لتظهر قوته فينا، ليظهر مجده فينا. إلى جانب القداس أجرت كاميرا تيليلوميير وانورسات في لندن لقاءات مع كل من الشماس داوود والأب يوسف البنا. وأشكر الرب الذي اختارني لدرجة الشماسية التي باركني بها بيده المباركة قداسة سيد البطريرك، و فرحة كبرى لا يمكن نسيانها، ونشكر الله ونحمده على كل نعمه. آمين. فرحة عارمة لكل أبناء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في لندن، حيث حضر قداسة الحبر الأعظم مار إغناطيوس أفرام الثاني إلى كنيستنا اليوم، واحتفل بالقداس الإلهي مع الآباء الأساقفة سيدنا توما مطران لندن، وسيدنا موسى مطران دير مار متى، وسيدنا متى الخوري مطران دمشق. وحفلتنا كانت أروع وأحلى روحياً برسامة أحد شمامسة الكنيسة إلى درجة الشماس الإنجيلي، هو الشماس داود الشماني. وفي الختام التمس الجميع بركة البطريرك أفرام الأبوية. ننتقل إلى النشاطات اللي عم بتقوم فيها رابطة خريجي كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. تقرير لعادل معماري. تحت عنوان بيروت أم الشرائع ونحن هنا أهل الحق بالحق ننتصر، أقامت رابطة خريجي كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية عشاءها السنوي في مطعم أطلال بلازا جوني احتفاء بعيدها 38. بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب وتعريف ألقاها المحامي ميشيل حكيم، مثنيا فيها على الدور الريادي الذي قامت به رئيسة الرابطة، متحدثا أيضا عن الرسالة الأمينة التي يتحلى بها مدير الكلية الدكتور عصام مبارك. ومن ثم ألقت المحامية ليلى أبو زيد تنوري كلمة عبرت فيها عن فرحها بعيد الرابطة التي تزينها باقة من الشباب انضمت إليها، وبجهود هذه الباقة مرت السنوات بحلوها ومرها، وما فتئت الرابطة تكبر وتحقق ذاتها فانتشر أبناؤها على مساحة الوطن وعلى مواقع الدولة، قائلة: وقلما عرفنا قطاعا في الدولة أو في الخاص ما انطبعت في ثناياه جهود أبناء الرابطة وبصماتهم، وأي جواب كاف لتبيان ما أعطوه مجانا وقدموه من تضحيات،
وما أثمرت عقولهم من كتب ودراسات غدت مرجعاً بين المراجع، كما غدت مجلتنا بيروت أم الشرائع لتكون صوتاً رابطاً والصورة التي تعكس آمالها وتطلعاتها. وفي الختام تبادل الجميع نخب المناسبة والصور التذكارية. طبعا في ظل كمان الأجواء الثقافية، توقيع كتاب عبور عبرات وعبر للقانوني إميل أبي نادر، كمان تقرير يلقي الضوء. احتفل المحامي إميل أبي نادر بتوقيع كتابه عبور عبرات وعبر الذي وضع مقدمته المطران جورج خضر، وذلك في قاعة الاحتفالات في بيت المحامي ببيروت بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب وتعريف ألقاها الصحفي والشاعر إدمو أبو جودي. تحدث المحامي فادي حنين باسم النقيب أندري شدياق مشيدا بمسيرة المؤلف التاريخية والوطنية. مقابل ذلك اعتبر المطران سمعان عطلة أن إميل أبي نادر قد صار برحلة متعددة الأطراف، فكان شاهدا وناقلا للحق بحكم مواقفه الرسمية. أما السيدة نجوى حجار فأكدت أن القارئ في هذا الكتاب يتخيل شمس الرب التي توزع شعاعها لتضلل بيت الدين وتنادي كفى حربا وألاما. أما كلمة الختام فكانت المؤلف إميل استذكر خلالها إحدى مقالاته الشهيرة عن بيت الدين التي استحوذت على تقديره من البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس أصفين. عبارة شكرا قالها لي غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير في ساحة بيت الدين في طريقه إلى لقاء ما سمي بمصالحة الجبل التاريخية لحوالي 20 خلت. وتحضرني للتو كلمة الليتورجيا ربي وإلهي لست مستحقا ولا مستاهلا أن تدخل تحت سقف بيتي. وفي الختام تم توزيع الكتاب على الحاضرين وتبادل الجميع نخب المناسبة. طبعا أكيد نحن بنرجع على الاستوديو لحتى نتابع بفقرات برنامجنا الصباح المباشر. أنوروا معنا بظل هيدي الأجواء الحلوة لذكرى 75 للاستقلال، رح ناخذها مناسبة لحتى نعيد أكيد كل اللبنانيين، بانتظار أكيد بكرة العرض العسكري بوسط بيروت برعاية فخامة الرئيس العماد ميشيل عون.